إصدار أمر اعتقال. أصدر أمر اعتقال. إصدار أمر اعتقال. تصدر أمرا باعتقالها. والفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة غير أنه تم تمهيع استعمال مفهوم الفساد حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع. المشكلة شنو كيديرها في المغرب؟ إما كديرها بالتهريب، إما كديرها بالمخدرات، إما كديرها بسرقة المجالس. إذا شكون غتطلع عليا؟ غادي تطلع عليا منتخب يريد أن يراكم الثروة، داكشي اللي خسر في الانتخابات ما يرجعوا لظهر المجالس. إذا كيفاش بغيتي نوخب عندها نظرة ثاقبة، عندها برنامج، بغات تشوف المصالح ديال الدولة، بغات تشوف المصالح ديال المواطنين، كيشوف غير مصلحته. ماشي غير اللي دخل كيتخنع على ظهر نحنا وعلى ظهر المغاربة وعلى ظهر المال العام باش تكون عندنا انتخابات وتكون عندنا مؤسسات دستورية. راه هاد المؤسسات الدستورية اللي كانت منيعة للفساد راهي مؤسسات هشة وستسقط يعني ولو بعد حين. طبعا هذا الأسبوع اللي داز نقدروا نسموه أسبوع الفساد، هذا الأسبوع اللي دوزنا هو أسبوع الفساد وأسبوع الاعتقالات، وتكلمنا كثير على الفساد وعلى الاعتقالات، ولكن نسينا واحد القضية مهمة واللي كتأثرنا هذا الموضوع بصفة عامة وتهنينا منه. هذه القضية هي نتساءلوا معكم أين هو القانون المؤطر لهذا الشيء كامل، قانون الإثراء غير المشروع أو قانون من أين لك هذا؟ هذا هو المهم. لو كان عندنا هذا القانون هذا اليوماتية ما يقدر حتى شي واحد يفكر على أنه يدير مثل هذه المشاكل اللي مديورة اليوماتية واللي خرجت لنا على البلاد منذ سنوات طويلة. أنا اليوماتية من اللي كنشوف وكنتفحص الواقع الحقيقي ديالنا كنتساءل في الحقيقة وكنتعجب. لماذا؟ لأنه هذه الممارسات اللي اليوماتية كنشوفها على امتداد خارطة هذا الوطن من الجنوب إلى الشمال تطرح علينا سؤالا حقيقيا مهما. هذا السؤال هذا هو سؤال النخب السياسية، وكتطرح أيضا سؤال أكثر سؤال آخر وهو سؤال مسؤولية الأحزاب السياسية. لأنه لماذا؟ لأنه بكل بساطة اليوماتية الأحزاب السياسية عندنا للأسف في المغرب راه ماشي كلها، أنا كنقول باش ما نعموش، ولكن أغلب الأحزاب السياسية ملي كتقرب الانتخابات كتولي كتفكر أغار في الحصيلة ديال الكراسة اللي غادي تحصل عليها واللي غادي تأهلها باش تشد رئاسة الحكومة، ما كتفكرش في هذا المجتمع، ما كتفكر في هذا الوطن، ما كتفكر في المصلحة دياله، وبالتالي كتجيب لنا مجموعة من النخب السياسية الفاسدة. يكفي يكون عندك الشكارة، يكفي يكون عندك الفلوس، مصدر هذه الفلوس فين جاو ولا ما جاو، صحيحين ولا ماشي صحيح المشروعين ولا ماشي مشروعين، ما كنسولوش عنهم للأسف، ولا نسأل عن النخب السياسية الشريفة اللي بغات تخدم هذه البلاد هذه. والنتيجة هي المحصلة النهاية هي 30 سنة دابا ونحن كنجنو من تبعات الفساد اللي خلانا نديلو في المراتب ديال التنمية البشرية الرتبة 123 وخلانا في مؤشر الفساد 94. عباد الله اليوم يجب أن نقف واحد الوقفة حقيقية ومنطقية، وكنقولها وكنأكدها وأنا قلتها في 2017 في مجلس المستشارين على العموم، قلت على أنه لم نعد نطرح في المغرب السؤال الحقيقي والجوهري من أين لك هذا وكيف وصلت إلى هنا. إلا كنا غاد نطرحوا هذه الأسئلة هذه، وهذه الأسئلة في الحقيقة هي الأسئلة الحقيقية والمغيبة. لماذا؟ لأنه اليوماتية راه مجموعة من المؤسسات دايرة الخدمة ديالها، ولكن واش غادي نتبعوا الأحزاب؟ غادي نقول رشحي هذا ولا ما رشحي هذا؟ الا مسؤوليه الاحزاب، الاحزاب خاصها تنظف بيتها، خاصها تنظف المنزل الداخلي ديالها، خاصها تعرف من ترشح ومن ما ترشح. العيب وعار على ان شخص بمجرد تكون عنده شبهه فساد ما خاصو يترشح، فما بالك اذا كان متابع ويجر وراءه قضايا كثيره امام المحاكم وفين في جرائم الفساد. اليوماتيه كنقولها وكنأكدها على امتداد خارطة هذا الوطن، إلى جينا نديروا قراءة بسيطة لمجموعة من المجالس ترى كنسمعوا غير صاحبي هذا اللي بغي يشري السيارات، هذا اللي دوز هذه الصفقة، هذا اللي داير هذه الصباغة، هذا اللي داير هذه، هذا اللي داير هذا، ومجموعة من المشاكل ما كيشوفوش المصالح العامة ديال المواطنين. والنتيجة هي على أنه غادين وكنظهروا غادين، والطبقة الوسطى كتدحرج غادين، والفقر كيزداد غادين، وبزاف د الحوايج كدير. هذا اليوم كنقولها وكنأكدها، راه المسؤولية مشتركة لك في على أننا نقول على أن الأجهزة خاصة تدير خدمتها، ولا المؤسسات الدستورية خاصة تدير خدمتها. المؤسسات الدستورية راه كتنشر التقارير، الأجهزة كدير الخدمة، ولكن فين خدمتنا حنا؟ فين خدمة الأحزاب السياسية؟ فين خدمة المواطنين عندما يبيعوا على الضمير ديالهم 200 500 درهم؟ راه المسؤولية مشتركة، راه كنساو، راه الذاكرة ديالنا للأسف ضعيفة، ذاكرتنا ضعيفة، وكنقولها وكنأكدها، راه كتجي اللحظة الانتخابية كنساو خمس سنين اللي غادي نرهنوا فيها للمستقبل ديال البلاد. اليوم تيخصنا
هاد القضية اللي وقعت اليوم في المغرب خاصة تكون دق الناقوس الخطر وخاصة تفتح قضايا كثيرة، والقضايا الكثيرة كنقولها هي القضية الجوهرية الكبرى، قضية الفساد، وتفتح لنا النقاش الحقيقي والمسؤول حول قانون الإثراء غير المشروع، خاصو يرجع ويتناقش داخل قبة البرلمان. لا يكفي السحب ديالو لترضية الخواطر، اليوماتية نحن أمام واقع حقيقي، واقع لا يرتفع، واقع كيقولنا على ان الفساد نخر في الجسم ديالنا، نخر في الجسم ديالنا، وملي نخر في الجسم ديالنا العضو اللي غير صالح خاصنا نبطروه، والعضو غير صالح لن يبطر الا بوجود قانون صارم يعاقب من دخل. وكان كد عليها وقلتها بزاف ديال الحوايج، اللي كيدخل ما عنده التصبط وكيولي عنده الفيلات وعنده الديور وعنده العقارات وعنده بزاف ديال الحوايج، وبالتالي ما كنسائلوه، هذا راه خلل في الحقيقه في المنظومه السياسيه ديالنا، كتحمل فيها الاحزاب السياسيه العيب الاكبر، كتحمل فيها المؤسسات الشرعيه العيب الاكبر، كيتحمل فيها وزاره العدل التي سحبت القانون ديال الاثراء غير المشروع. كنقول لها اليوم هذا هو النقاش الحقيقي، نقاشات اخرى كنعتبرها انا نقاشات هامشيه، النقاش الحقيقي اللي غادي يجعلنا نتبوؤوا الصداره وغادي يجعلنا نقضوا على مجموعه من المظاهر اللي كترهن هذه البلاد مع الفساد واللي كتخلينا نطبعوا معاه واللي خلاتها كنقولها وكناكدها ما ثلاث خلاتنا اليوماتيه نتكلموا بصوره حقيقيه على المشاريع الكبرى داخل هذا البلد، ولينا كنتكلموا غير على الفساد وعلى المنتخبين وعلى هذا الشيء اليوم تي خصنا نقطعوا معاه، ولا بغينا نقطعوا معاه خاص الاحزاب السياسيه تحمل المسؤوليه ديالها، النخب السياسيه تحمل المسؤوليه ديالها، اللي كيشم في راسه شبهه فساد يبتعد عن هذا الوطن هذا. وخاصنا اليوم تي وكنقولها حان الوقت رجعوا القانون ديال الاثراء غير المشروع، باش اللي دخل واللي غادي يقول لي واحد القضيه كنقولها له كنجاوبه باش نختم، غادي يقول لي ما بقينا نلقاو من غادي يترشح في هذه البلاد، راه كنقول له سيدي هذه البلد راه فيه شرفاء، راه ماشي غير الناس كامله فاسدين، كاين الشرفاء اللي في هذا اللي كيحملوه الهم ديال البلاد، ونمشي معاك اكثر من هذا، الى عادوا غير هادو اللي يترشحوا له لا كاع يترشحوا ولا لا تكون انتخابات ولا اللي يكون حتى شي حاجه، ماشي غير اللي دخل كيتغنى على ظهرنا حنا وعلى ظهر المغاربه وعلى ظهر المال العام، باش تكون عندنا انتخابات وتكون عندنا مؤسسات دستوريه. راه هذه المؤسسات الدستوريه اللي كانت من على الفساد راهي مؤسسات هشه وستسقط يعني ولو بعد حين. تحياتي لكم، السلام عليكم.